السلام عليكم أحباب الكرام. أنا على طول أوصي على زراعة الأشجار. بعض الأشجار أشجارنا المحلية الموجودة في بلادنا كالنخلة والسدرة وسائر الأشجار، ولكن توجد شجرة مظلة يعني ظلعتها وبها ثمرة، ثمرتها نوعا ما ضمن يعني الدواء تنحسب، يسمونها شجرة البنبر، الذي هي من الأشجار يعني مستوردة داخل بلدنا، ما هي يعني من أشجارنا المحلية الموجودة. هاي الشجرة تنزرع بسهولة بالأهواز وتثمر ثمر كثير. هسه ممكن البعض يحبون ثمرتها والبعض ما يحبون ثمرتها، ولكن هي ضمن الأشجار الجميلة الرائعة، تنبت حتى لو مايها غليل، يعني تنبت معتها مشكلة للماء، يعني تنبت على قلة ماء، ولكن إذا تسقيها ماء كثير تعطيك ثمرة كبيرة. شوفوا هاي الثمرة فوق راسي، سامخذ من هاي الثمرة فوق راسي، شوفوا هاي ثمرة البنبر، ثمرتها مفيدة وبها نوعا ما مادة حلوة للربو وحلوة للغسل الأمعاء. فأرجو أن اللي يقدر يزرع يزرع هاي الشجرة، وما هو مضر لبيئتنا، لأن إذا كانت مضرة للبيئة إحنا ما نوصي بزراعتها. شكرا لكم. Thank you.